ولكن خلونا نروح للنجم الكبير الحقيقة، كابتن إبراهيم المصري، كابتن نادي الأهلي لكرة اليد، وأداء دفاعي النهاردة حاجة جميلة جدا جدا. يا كابتن إبراهيم ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك يا كابتن اسلام، ربنا يخليك. الحمد لله، وبطوله جديده صدفت لفريق الهاندبول في النادي الاهلي. الحمد لله منور اهو، انت قدامي بترفع الكاس ومعاك حد يمينك وحد شمالك بدل، وانت لابس وبسم الله ما شاء الله كابتن مدحت البلتاجي، والف مبروك، يعني حاجه حلوه جدا. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله، بطوله صعبه جدا وغاليه، وشفت مره على التوالي نصعد لكاس عالم انديه. الفرقه دي يعني هو مشروع، والحمد لله ماشيين بصوره كويسه، وثالث مره طبعا نصعد للسوبر جلوبال اللي هو كاس عالم انديه، يعتبر انجاز كبير يعني. الحمد لله، وان شاء الله لسه عندنا بطولتين في السيزون ده، ابطال الكؤوس والدوري، وان شاء الله نقدر نجمع اكبر عدد من البطولات في الموسم زي ما معودين الجماهير بتاعتنا. كابتن محمد، كابتن ابراهيم، دورك الكبير الحقيقه ككابتن للفريق وكواحد من كبار الفريق، اعتقد كابتن الفريق في نادي الاهلي تحديدا بيؤدي دور المدير الفني، ولكن بينه وبين زمايله، دورك ودور زمايلك الكبار معاك خلال الكام يوم اللي فاتوا قبل هذه المباراة الصعبة جدا جدا، وضغط نفسي ان انت بتلعب واحد من اهم واكبر الفرق في افريقيا نادي الزمالك. اكيد طبعا اللعيبه الكبار ليهم دور زي ما انت قلت، يعني احنا بنبقى محضرين كويس، بس احنا فرقه صغيره زي ما قلت لك، احنا مشروع فبنملك لعيبه كتير. السنه اللي فاتت قلت لي الكلام ده مظبوط صح؟ بالظبط، بنملك لعيبه صغيرين كتير، مواليد 98 و2000 و2002، يعني ده هو قوام الاساس تقريبا، مواليد 98 و2000 و2002. ف يعني بنكلمهم، بنحاول نخليهم ماتش فيه ضغط كبير جدا، لان صعب جدا البطولات اللي هي بتبقى من ماتش واحد دي بتبقى صعبه جدا، فبتبقى انت محتاج اكبر عدد من اللعيبه موفقه، خصوصا لك بطوله كبيره زي بطوله السوبر المؤهله للسوبر الافريقي، مؤهله لكاس عالم انديه السوبر جروب. فطبعا حاجه كبيره جدا، وانا بشكر اللعيبه، بشكر الجهاز الفني ان هم قدروا يتحملوا الضغط دوت، فالحمد لله ان احنا قدرنا نفرح الجماهير، وبشكر طبعا مجلس الاداره، وبشكر كابتن فهد العوضي، بشكر الناس بجد، بشكر الجماهير الدعم، الناس بتدعمنا من ساعه ما سافرنا هنا الجزائر. الحمد لله، وان شاء الله محتاجين دعمكم، لسه عندنا بطوله كاس ان شاء الله. ان شاء الله دايما في ظهركم. كابتن ابراهيم، النهارده عبد الرحمن، كل اللاعبين طبعا، ولكن طه النهارده، عبد الرحمن طه وبقيه اللاعبين، ولكن النهارده حارس حارس المرمى عندنا في النادي الاهلي وحارس المرمى في نادي الزمالك، الاثنين النهارده الحقيقه عملوا مباراه كويسه جدا. بالظبط، احنا الحارس المرمى بتاعنا محمد ابراهيم النهارده قدم مباراه كويسه جدا. محمد طبعا انا لسه بكلمه. حميد نزل صد اثنين بينالتي في وقت في واحد فيهم صعب جدا. وجول حارس مرمى في برضه عبد الرحمن طه كان هو مفتاح الفوز في بطوله السوبر المصري. صحيح. فيعني احنا عندنا ثلاث حراس الحمد لله على مستوى عالي، طه، حميد، محمد ابراهيم. فحاجه مميزه جدا، الهاندبول دلوقتي اصبحت لعبه دفاع وحارس مرمى وجري. فلو انت ما عندكش دفاع وحارس مرمى مميزين الموضوع بيبقى صعب. فالحمد لله النهارده قدرنا ان احنا يعني نحاول نقفل على نصيح نادي الزمالك والمحترفين بتوعهم، ومعاهم اثنين محترفين. خلي بالك هم كانوا بيلعبوا كانوا بيلعبوا النهارده سته، والعارضه كانت سبعه معاهم. يعني الحمد لله، يعني انا برضو في الماتش بدات اقلل الصراحه. انا قاعد بتفرج صراحه، مش ممكن، مش ممكن يعني نادي الزمالك بيلعب ست لاعبين يعني، وحارس المرمى والعارضه معاهم، يعني مش ممكن. بالظبط، ربنا يعني كان شايل لنا حاجه في اخر ماتش. الحمد لله ان احنا يعني فرقه كبيره محترمه جدا جدا طبعا. مجلس الاداره الجديد اكيد بيحاول يدعمهم على قد ما يقدر، جايب اثنين محترفين كويسين، وجايب لعيب مصري برضه محترف في الدوري المصري. فهو الناس كلها بتحاول تجهز اكبر عدد من الفرقه، لان هو الماتش بقى 60 دقيقه. يعني احنا كان ديفيد اختار ان هو يبقى معانا حماصه كمحترف مصري، يعني انت بيبقى اللائحه ليك اثنين محترفين من الدوري واثنين من بره، من خارج الدوري. الزمالك جاب ثلاثه، يعني الزمالك استغل اللائحه، جاب اثنين من بره الدوري وجاب عربي من جوه الدوري. احنا جبنا حماصه، بس ديفيد كان له وجهه نظر ان ما ينفعش يجيب محترفين يعني صعب يخشوا في السيستم الفرقه. لا، وثقته في اللاعبين برضه يا كابتن ابراهيم. بالظبط بالظبط بالظبط. واحنا فرقه الحمد لله متكامله اصلا، فالحمد لله يعني ان احنا قدرنا ان احنا نكسب النهارده ماتش في الملعب كان فيه ضغط كبير جدا على الفريقين. صحيح صحيح. يعني الماتش نفسه ما ظهرش بصوره جيده نتيجه الضغط، بس يعني اللي بيقدر يعني يخلص التفاصيل الاخيره والتفاصيل القليله هو اللي بيقدر يكسب، واحنا الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده. الف الف مبروك يا كابتن ابراهيم، وان شاء الله نبارك لك في نهايه الكام 10 ايام اعتقد او 8 ايام،
شاء الله. بقولك 10 ايام ان شاء الله ان شاء الله ونقدر نبارك لكم، يا رب نبارك لكم مره ثانيه ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن، شكرا جزيلا. الف مبروك يا كابتن ابراهيم، كابتن ابراهيم المصري نجم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي لكره اليد، وده بعد الفوز على في على نادي الزمالك في بطوله السوبر جلوب زي ما حضراتكم، او زي بطوله السوبر الافريقي اللي مؤهله للسوبر جلوب.